لصحة الإنسان، وزارة الصحة تقود حملة بالبوادي للتحسيس بخطورة الأمراض التي تنقلها الكلاب، وعلى رأسها داء السعار. الجماعة القروية تاونا بإقليم سيدي قاسم محطة أخرى كان فيها اللقاء مع الأهالي والتلاميذ، تميزت بتلقيح العشرات من الكلاب ضد داء الكلاب. يوسف الحميدي. أطر وطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بجماعة الشتونة بإقليم سيدي قاسم، الغاية تحسيس ساكنة المنطقة وبالأخص النساء بمخاطر داء الكلب وداء الأكياس المائية، الداءان اللذان ينتقلان من الكلب إلى الإنسان. شرح مستفيض لكيفية التعامل الآني مع عضة كلب مسعور. استعفت إلى ولدي عنده الكلب، غادي نغسلو بالماء وعاود ندير التيد وجافيل والصابون، ومباشرة غنديه المصحة ندقلو الشوكة. قافلة تحسيس بخطر مرض الكلب، كنعرفوه كومينيمون بالسعر لاغاج ومرض الأكياس المائية، زائد غادي تكون عملية ديال التلقيح ديال كانت تمت بشراكة مع الجمعية الوطنية للكلاب سلوكي. الفريق الطبي البيطري قام بتلقيح عشرات الكلاب ضد داء السعار في مبادرة شارك فيها المكتب الوطني للسلامة الغذائية. كاين النصائح اللي كتعلق يعني بالكلب بنفسه، بالمرض كيفاش يمكننا نتجنبوه، ومن النصائح المهمه ان الانسان اللي تكون عمليه ديال التلقيح خص الناس ينخرطوا بشكل مكثف. علاش؟ لانه الكلب هو الناقل والمسبب الرئيسي في المغرب لداء السعار. تلامذة مدارس الجامعة حضروا هذه القافلة التي تهدف إلى حماية الإنسان من أمراض الكلب الذي يوفر الحراسة لساكنة القرى.